بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو اللقاء الثالث ضمن لقاءات هذه الدورة العلمية في كتاب الرعاية للإمام مكي ابن أبي طالب القيسي رحمه الله. وكنا قد ذكرنا في بداية هذه اللقاءات مقدمة المؤلف، ثم إن المؤلف رحمه الله قدم بذكر فضائل القرآن وفضائل أهله وشيء من آداب وأخلاق حامله وصاحبه وحافظه. واليوم سنعرض بإذن الله تعالى إلى الأبواب التي عقدها الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله فيما يتعلق بالحروف والحركات والصفات والمخارج عموما. فقال رحمه الله في باب معرفة الحروف التي يؤلف منها الكلام وعللها، ذكر في هذا الباب أن الحروف التي يؤلف منها الكلام 29 حرفا، وهي حروف ألف باء تاء ثاء. وهذا الترتيب كما قلنا من قبل هو ما يسمى بالترتيب الهجائي أو الترتيب الألف بائي. يقول: وشهرتها تغني عن ذكرها، وقد أضيف إلى ذلك أحرف مستعملة وأحرف أخر قليلة الاستعمال، وسترى ذلك في باب بعد هذا الباب إن شاء الله. يقصد بذلك أن هذه الحروف 29 حرفا هي حروف العربية المعروفة والحروف الأصيلة، وهنالك حروف فرعية سيذكرها فيما بعد من مثل الألف الممالة أو الألف المفخمة مثلا، أو تلك الحروف التي جمعت بين حرفين، وسنرى ذلك إن شاء الله في الباب الذي عقده لذلك. يقول: وإنما سمي كل واحد من هذه 29 على اختلاف ألفاظها حرفا. يعني لماذا سمي الحرف حرفا؟ يقول: لأنه طرف للكلمة كلها، طرف في أولها وطرف في آخرها، وطرف كل شيء حرفه من أوله ومن آخره. يعني الحرف يطلق على الطرف. يقول: لذلك كان أقل أصول عدد حروف الأسماء والأفعال 3، طرفان ووسط. وكذلك الحروف العوامل سميت حروفا، لماذا؟ يقول: لأنها وصلة بين الاسم والفعل، فهي طرف لكل واحد منهما، آخر الأول وأول الثاني، وطرف الشيء حداه من أوله ومن آخره. ومنه قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار، أي أوله وآخره. يقصد بذلك أن أصل معنى الحرف هو الطرف. وإذا قلنا إن الحرف تسمى به الحروف الهجائية، لماذا سميت الحروف الهجائية بالحروف؟ يقول: لأنها محتوية على طرفين، أقل شيء في الكلمة 3 أحرف، فلكل كلمة طرفان، الحرف الأول والأخير، يعني كأنه يقول الأول والثالث. ومن ذلك أيضا حتى الحروف التي هي
الحروف العاملة، يعني مثلا إلى وعلى، هذه الحروف لماذا سميت حروفا؟ يقول لأنها تصل الاسم بالفعل أيضا، وربما تصل الكلمة بالكلمة الأخرى، فهي تعتبر من هذا الباب كأنها طرف. يقول: فهذه 29 الحروف المذكورة عظيمة القدر جليلة الخطر، لأن بها أفهمنا الله كتبه كلها. هنا يذكر شيئا من فوائد الحروف على ما قدم هو من قبل، لكنه يعيد هنا ذكر هذه الفوائد من باب التذكير بها. يقول: وبها يعرف التوحيد ويفهم، وبها افتتح الله عامة السور، وبها أقسم، وبها نزلت أسماؤه وصفاته، وبها قامت حجة الله على خلقه، وبها تعقل الأشياء وتفهم الفرائض والأحكام، وغير ذلك من شرفها كثير لا يحصى. طيب، ثم إن الإمام مكي رحمه الله ينبه هنا أيضا على السكون والحركة، وهذه الحروف ما هي صورها وأشكالها التي تكون عليها في الكلام. يقول: واعلم أنه يكون كل حرف منها ساكنا ومتحركا. هذه الحروف إما أن تكون ساكنة وإما أن تكون متحركة، يعني كل حرف منها يصلح أن يكون ساكنا ويصلح أن يكون متحركا إلا الألف، فإنها لا تكون إلا ساكنة أبدا. يعني الألف حرف مختص بالسكون فقط، لا يمكن أن تكون هنالك ألف متحركة. يقول: ولا تكون إلا زائدة. الألف لا تكون إلا زائدة، إلا أن تكون منقلبة من حرف آخر، فعندها يمكن أن تكون أصلية، نحو قام وكال وسال، هذه الأفعال ألفها منقلبة، مثل سال مثلا منقلبة عن واو أو ياء. سال، إن كان المقصود سأل فهي عن واو يعني، وإن كان المقصود سال من السيلان فهي من الياء. واضح ولا لا؟ يقول عن الألف: أما قام فمعروف أنها قام أصلها الواو. طيب، قال يعني الألف هذه إذا كانت منقلبة فإنها تكون أصلية. هنا الألف في قام مثلا تعتبر بدل الواو، فهي أصلية لأنها على وزن فعل. واضح ولا لا؟ ولكن إذا لم تكن الألف مقابلة في الميزان للكلمة الأصلية، يقول فإنها لا بد أن تكون من حروف الزيادة، لا بد أن تكون من حروف الزيادة، إلا أن تكون منقلبة من حرف آخر، فهنا يمكن أن تكون أصلية. يقول: وهي صوت هوائي يخرج من هواء الحلق متصلا بهواء الفم. احتاج أن يذكر هنا مخرج الألف حتى يبين لك كونها ساكنة دائما. يقول: هي هوائية. واضح؟ مخرجها مخرج غير محقق، وإنما هو مقدر، فلذلك يقول: تخرج من هواء الحلق متصلا بهواء الفم. من أي جزء من هواء الفم أو هواء الحلق؟ من أي جزء؟ لا يوجد جزء محدد، ولذلك هي تعتبر هوائية. يقول: لا يعتمد على مخرج معين، ولذلك يقول: هي أخفى الحروف، لذلك سميت بالحرف الهاوي، لأنه يهوي في الفم حتى يتصل بالحلق. واضح؟ الألف كما تعرفون أنها تسمى بالجوفية وتسمى بالهوائية، ومن يقول تخرج من الجوف، ما هو الجوف؟ تجويف الفم والحلق، التجويف الذي في الحلق والتجويف الذي في الفم. ومعنى هذا أنك لا تستطيع أن تحدد بالضبط أين مكانها تماما. لو قلت جاء تنتهي للهواء، كما يقول الإمام الجزري رحمه الله،
بالنسبة لحروف المد، وأخصها الألف. هنا نحن نريد أن نذكر الألف، وهي حروف مد للهواء تنتهي للهواء، فليس هنالك مخرج محقق لها، وإنما هو مخرج يعني مقدر. يقول: وكل الحروف تتغير الحركة التي قبلها. الآن يتحدث عن عموم الحروف، يقول: كل الحروف تتغير الحركة التي قبلها، فتكون ضماً أو فتحاً أو كسراً، إلا الألف فإنها لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً أبداً، وإلا الواو الساكنة فإنها لا يكون قبلها كسرة، والياء الساكنة لا يكون قبلها ضمة، ويكون قبلهما غير ذلك من الحركات. هذه قواعد عامة تفيدك في تركيب الحركات، يعني هل يمكن أن تجد في اللغة العربية واوا ساكنة وقبلها ضمة؟ ممكن قبلها ضمة، هذا الأصل، واضح ولا لا؟ قبلها ضمة هذا الأصل، لكن واو ساكنة قبلها كسرة. ولذلك تنتبه في الحروف أو في القواعد الهجاء، الكتب التي ألفت في الهجاء، التي ألفت في الهجاء يتعلمها الأطفال وكذا، لا يمكن أن تأتي بشيء غير موجود في العربية أصلا، فلا يمكن أن تقول مثلا تبدأ بكسرة وبعدها تقول إيو بيو تيو ثيو، هذا لا يوجد، فلذلك لا يصح أن يضاف في قواعد الهجاء، واضح؟ وأيضا لا يمكن أن تأتي ياء ساكنة وقبلها ضمة، فلا يمكن أن تأتي بأمثلة فتقول أوي بوي توي ثوي، أين هذا في العربية؟ هل تعرفون كلمة بهذه الصورة في العربية؟ لا يوجد، واضح ولا لا؟ فليست إذن كل الحركات أو كل الحروف المد يأتي قبلها أو تأتي قبلها كل الحركات، لا، الواو الساكنة لا تأتي قبلها الكسرة، والياء الساكنة لا تأتي قبلها الضمة. طيب الألف الساكنة هل تأتي قبلها كسرة؟ يمكن، لا يمكن أن تنطقها أصلا إلا أن تقول بالإمالة، إذا أملت تقرب الفتحة من الكسرة، وليس تجعل هذه الألف عبارة عن يعني ياء، ولا تجعل ما قبلها كسرة، واضح ولا لا؟ لو أردت أن تميل فتقول مثلا الدير، فأنت الآن هذه الألف، هذه الألف قبلها فتحة أو كسرة؟ الأصل أنها فتحة وليست كسرة، فلا يقول أن أحد جاءت هذه الألف وقبلها كسرة، هذه ليست كسرة، واضح ولا لا؟ والألف إذا لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. هل يمكن أن تأتي ألف وقبلها ضمة؟ أيضا لا يمكن. طيب يمكن أن تأتي مثلا الياء، الياء عموما وقبلها ضمة؟ يمكن، مثال ذلك ها سيرت، إذا صارت الياء ليست ساكنة فالأمر متاح، ليس هنالك إشكال، لكننا نتحدث عن الياء الساكنة، فانتبه. قال: وكل الحروف المذكورة له صورة في الخط يعرف الحرف بها اصطلاحا متفقا عليه، لا تتغير تلك الصورة، يعني فيما يتعلق بالكتابة أيضا، هذا اصطلاح متفق عليه، أن الباء تكتب بطريقة معينة، والتاء بطريقة معينة، والطاء والظاء، وهكذا كل الحروف، لا تتغير تلك الصورة، إلا الهمزة فإنها لا صورة لها تعرف بها. وهذا يدلك على أن الكتابة التي كانت حتى في ذلك العصر، يعني عصر الإمام مكي ابن أبي طالب رحمه الله، لم تكن للهمزة صورة
تصور بها، يعني معروفة تصور بها، وإنما هذا بعد ذلك في فيما استحدث في الضبط جعلت صورتها أو علامتها هذه العين الصغيرة التي تكون على الحرف. وإلا فالأصل أنهم لا يكتبون هذه العين الصغيرة، وإنما تكتب الألف أو تكتب الواو أو تكتب الياء أو لا تكتب أبدا، يعني تكون محذوفة الصورة أصلا. طيب كيف تعرف؟ تعرف من سياق الكلام. ولهذا كان القراء من قبل، القراء أقصد الذين يقرؤون عموما وليس القراء قراء القرآن، الذين يقرؤون عموما يعرفون هذه المصطلحات. فالقارئ في ذلك الوقت يقدر ما في هذه الورقة وما في تلك الورقة، مثلا يقدر اللفظ الذي فيه، فبناء على معرفته وسياق الكلام يعرف ما الذي هو مكتوب. طيب قال: إلا الهمزة فإنه لا صورة لها تعرف بها، وإنما يستعار لها صورة غيرها، فمرة يستعار لها صورة الألف، ومرة صورة الواو، ومرة صورة الياء، ومرة لا تكون لها صورة. إذن هي أربع حالات بالنسبة للهمزة. يقول: وإنما لم تكن لها صورة كسائر الحروف. لماذا الهمزة ليس لها صورة؟ يقول: لأن الهمزة حرف ثقيل، فغيرته العرب لثقله، وتصرفت فيه ما لم تتصرف في غيره من الحروف، فأتت به على سبعة أوجه مستعملة في القرآن والكلام. يعني الهمزة دائما تغير. لماذا؟ لأنها ثقيلة، والعرب تميل إلى التخفيف لا إلى التثقيل في اللغة. يقول: جاءت به محققا ومخففا ومبدلا بغيره، وملقا حركته على ما قبله، ومحذوفا ومثبتا ومسهلا بين حركته والحرف الذي منه حركته. هذه سبع صور ذكرها لتغيير أو الصور التي نقول جاءت بها الهمزة، لأنه عد الإثبات نوعا أيضا. واضح؟ طيب هذه الأوجه المستعملة في الهمز. التحقيق معروف، يعني أن تأتي بالهمزة على ما هي عليه فتقول مثلا بئر. واضح؟ ومخففا، والتخفيف قد يقصد به هنا التسهيل وقد يقصد غيره، يعني العموم في التخفيف. ومبدلا بغيره مثل ما تقول بير، أبدلت هذه الهمزة ياء. وملقا حركته على ما قبله الذي هو النقل، مثل أن تقول الأرض بدل أن تقول الأرض تقول الأرض. ومحذوفا، وهذا مثال المحذوف. الأرض أيضا يعتبر الهمز محذوفا، يعني حذفته وألقيت حركته على ما قبله. وإذا أردت أيضا أن تقول مثلا في مثل يشاء، لو حذفت الهمزة تقول يشاء. واضح؟ ومثبتا، الهمز المثبت، انظر إلى مثبت ومحقق، فقد يكون مثبتا محققا، مثل لو قلت جاء فأنت أثبتته. ومسهلا بين حركته والحرف الذي منه حركته، مثل أن تقول أعجمي مثلا. يقول: فلما لم تثبت الهمزة في كلام العرب على لفظ واحد كما ثبتت كل الحروف، وغيرت هذا التغيير المذكور دون سائر الحروف، لم يكن لها صورة ثابتة في الخط غير مختلفة، كما لم تثبت هي في اللفظ على سنن واحد. يقول: كما أن لفظ الهمزة لم يثبت على سنن واحد، كذلك كتابتها لم تثبت على سنن واحد. يقول: وإنما استعير لها صورة الألف والياء والواو دون صورة غيرها من الحروف. لماذا الألف والواو والياء بالذات هي التي تكون مبدلة من الهمزة أو تستعار كصورة للهمزة وليس غيرها؟ يقول: لأن الهمزة مؤاخية لهن، إذ يبدلن منها في كثير من الكلام. تقول راس وبؤس، يعني راس بوس بير، هذا إذا أبدلت يعني،
أو يعني إذا حققنا حسب ما ذكر هو، تقول رأس وبؤس وبئر، فإذا خففت الهمزة أبدلت منها حرفا من جنس الحركة التي قبلها، تبدل أبدا في الساكنة مع الفتح ألفا ومع الضم واو ومع الكسر ياء، فتقول راس وبوس وبير، هذا واضح. وتبدل هي بهن أيضا في كثير من الكلام، يعني حتى الهمزة تبدل بهن، يقول نحو قولك شفاء، الهمزة بدل من ياء لأنه فعال، من شفا يشفي. وتقول كساء، الهمزة بدل من واو لأنه فعال، من كسى يكسو. وتقول رسائل، الهمزة بدل من ألف زائدة لأنه جمع رسالة. يقول فاعرف ذلك من حكم هذه الحروف وصورها وعللها. إذن هذا الباب خلاصته يقول 29 حرفا التي يؤلف منها الكلام هي الحروف الأصلية، وهنالك حروف مستعملة غيرها سيذكرها، وبعضها غير مستعمل إلا قليلا. ولماذا سميت هذه 29 حروفا، وما هي أوجه ورود هذه الحروف يعني في السكون والحركة، وبالنسبة للحروف هذه هل هي تأتي مع الحركات على كل الأحوال، أو أن هنالك أحوالا يمتنع أن تأتي فيها هذه الحروف مع بعض الحركات. ثم تكلم عن الهمز بما ذكرنا، ثم عقد بابا فيما تضمنه تأليف الكلام وعلله. يقول الكلام كله ألف من 4 أشياء. الآن هو يريد أن يدخل إلى موضوع آخر يتعلق بالحركة والسكون، يتعلق بالحركات وبالسكون. يقول الكلام كله ألف من 4 أشياء: من حرف متحرك، ومن حرف ساكن، ومن حركة، ومن سكون. فهذه 4 أشياء. والحقيقة يقول وذلك يرجع إلى شيئين: حرف متحرك وحرف ساكن. هذه الخلاصة. والحرف المتحرك في كلام العرب أكثر من الساكن، كما أن الحركة أكثر من السكون. سيقول قائل ما الدليل؟ مباشرة، ما الدليل على أن الحركة أكثر من السكون، وأن المتحرك يعني الحرف المتحرك في كلام العرب أكثر من الساكن؟ يقول وإنما كان الحرف المتحرك في الكلام أكثر من الساكن. لماذا؟ لأنك لا تبتدئ إلا بمتحرك، لا تبتدئ إلا بمتحرك، وقد يتصل به حرف آخر متحرك، وآخر بعد ذلك متحرك. يعني يمكن أن يكون بدء كلامك بحرف متحرك، والحرف الثاني متحرك، والثالث متحرك. إذن مجالات الحركة أكثر. ولا يجوز أن يبتدأ بساكن، أما الساكن فإنه أولا لا تبتدئ به، واضح؟ ولا أن يتصل ساكن بساكن أبدا. ففي هذه الحالة إذا اتصل ساكن بساكن هذا لا يكون إلا في أحوال معينة. يقول ولا أن يتصل ساكن بساكن أبدا إلا أن يكون الأول حرف مد ولين، أو يكون الثاني سكن للوقف. وإنما كانت الحركة أكثر من السكون للعلة التي ذكرنا في المتحرك والساكن، نفس العلة، يعني أحوال الحركة أكثر من أحوال السكون، ولا يمكن أن تبتدئ أنت بساكن، وإنما لا بد أن تبتدئ بمتحرك. ثم عقد الباب الذي يليه، وهو مقصوده من هذا الباب القصير. يقول باب معرفة ما السابق من الحروف والحركات وعلل ذلك. هذا والذي يليه موضوعه واحد، يعني هذا الباب والذي يليه موضوعه واحد. ما هو موضوعه؟ اختلاف أهل النظر واختلاف النحاة عموما في الحرف والحركة، أيهما قبل الآخر. خلاصة هذا الباب 3 أقوال: القول الأول أن الحرف يسبق الحركة، القول الثاني أن الحركة تسبق الحرف، القول الثالث أنهما معا لا يتقدم أحدهما على الآخر. هذه هي الخلاصة، لكن
لماذا؟ الإمام مكي رحمه الله معتن بالتعليل كثيرا، فلهذا سيذكر لك هذا الخلاف، وسيذكر أيضا رأيه في النهاية. يقول: قال جماعة: الحروف قبل الحركات، واستدلوا بعلل، يقول: منها أن الحرف يسكن ويخلو من الحركة ثم يتحرك بعد ذلك، فالحركة ثانية أبدا، والأول قبل الثاني بلا اختلاف. ومن الأدلة على هذا، يعني من قال إن الحروف قبل الحركات، أن الحرف يقوم بنفسه ولا يضطر إلى حركة، والحركة لا تقوم بنفسها ولا بد أن تكون على حرف، فالحركة مضطرة إلى الحرف، والحرف غير مضطر إلى الحركة، فالحرف أول. ومنها، يعني من العلل التي ذكروها والأسباب، أن من الحروف ما لا يدخله حركة نحو الألف، وليس ثم حركة تنفرد بغير حرف، ما يمكن تأتي حركة بغير حرف، لكن ممكن يأتي حرف بدون حركة، فدل ذلك عندهم على أن الحروف في القوة متقدمة على الحركة، هذا القول الأول. وقال قوم: الحروف بعد الحركات والحركات أول، واستدلوا على ذلك بأن الحركات إذا أشبعت تولدت منها الحروف، يعني يقولون: إذا أشبعت الحركة تولد الحرف، لو أشبعت الضمة تولدت الواو، لو أشبعت الكسرة تولدت الياء، وهكذا. يقولون: نحو الضمة تتولد منها الواو، والكسرة تتولد منها الياء، والفتحة تتولد منها الألف، فعلم بذلك، يقولون، أن الحركات أصل للحروف، والأصل هو الأول. يقول مكي: وهذا قول ضعيف. إذن الآن كأنه يرد هذا القول، يقول: هذا قول ضعيف يحكم عليه بالضعف، لأن الحركات التي تتولد منها الحروف لا تنفرد بنفسها، لا يمكن أن تقول هذه حركة بنفسها، ولا بد أن تكون على حروف، فكيف تسبق الحروف وهي لا تنفرد من الحروف؟ كيف تكون سابقة لها وهي معها؟ واضح؟ وقال جماعة: الحروف والحركات لم يسبق أحدهما الآخر في الاستعمال، بل استعملا معا كالجسم والعرض اللذين لم يسبق أحدهما الآخر. مع أن هذا القول سينصره الإمام مكي رحمه الله، إلا أنه يذكر أيضا الاعتراضات على هذا القول، فيقول: وقد طعن في هذا القول، فقيل: إن السكون في الجسم عرض، وليس السكون في الحرف حركة، فزوال الحركة من الحرف لا يؤديه إلى حركة أخرى بل إلى السكون فقط، وزوال العرض من الجسم يؤديه إلى عرض آخر يخلفه، لأن حركة الجسم وسكونه كل واحد منها عرض يتعاقبان عليه، وليس سكون الحرف حركة. هذا استدلال منطقي يتعلق بالجسم والعرض، واضح ولا لا؟ والحركة والسكون، لن ندخل في تفاصيله لأنه يحتاج إلى شرح ما قبله. طيب، يقول: وأيضا فإن الجسم الذي هو نظير الحرف لا يخلو من عرض البتة، وبذلك علمنا أن الأجسام كلها محدثة، إذ لا يفارقها المحدث وهو العرض، وما لم يسبق المحدث فهو محدث مثله، والحرف قد يخلو من الحركة ويقوم بنفسه، ولا يقال سكونه حركة. يرد الإمام مكي على هذا فيقول: قال أبو محمد: وهذا الاعتراض إنما يلزم منه ألا يشبه الحرف بالجسم والحركة بالعرض، وليس ينفي قول من قال إن الحرف والحركة لم يسبق أحدهما الآخر في الاستعمال. إذن كأنه يرد على هذا القول بأن ما ذكروا إنما يشمل حالات معينة ولا يشمل كل الأمر من كل الجهات، هذا الشبه من جهة معينة لا من كل الجهات. يقول: ومن الدليل على صحة هذا القول، الآن يدلل على صحة القول، معناه كأنه يميل إليه، أن الكلام الذي جيء به للإفهام مبني من الحروف، والحروف إن لم تكن في أول أمرها متحركة، يقول: والحروف إن لم تكن في أول أمرها متحركة فهي ساكنة. لا أدري لماذا يعني رفع متحركة، إن كان المقصود والحروف إن لم تكن في أول أمرها متحركة فهي ساكنة، فالأمر واضح يعني، لكن رفعها لا يتوجه يعني الرفع. طيب، قال: والساكن لا يمكن أن يبتدأ به
ولا يمكن أن يتصل به ساكن آخر في سرد الكلام لا فاصل بينهما، فلا بد ضرورة من كون حركة مع الحرف، لا يتقدم أحدهما الآخر، إذ لا يمكن وجود حركة على غير حرف. وهذا الاستدلال منه استدلال قوي، لأن الكلام أحياناً لا يفهم إلا أن تحرك الحرف، لا يفهم إلا أن يتحرك هذا الحرف، يعني لا بد أن تقترن الحركة بالحرف حتى يفهم هذا الحرف. فلو قيل مثلا لو رأيت في الكتابة مثلا همزة ثم كافا ثم لاما ثم تاء، كيف ستنطق هذه الأربعة أحرف الآن؟ همزة ثم كاف ثم لام ثم تاء. أكلت، 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 أكلت. طيب، إذن كيف سنعرف أن هذا الحرف، يعني الآن عندنا حروف بدون حركات، فهل أكلت مثل أكلت؟ إذا قلت أكلت فالذهن يفهم شيئا معينا، لو قلت أكلت تفهم شيء، فصار لابد أن تقترن الحركة بالحرف حتى تفهم الأمر، فصار الحرف أو صارت الحركة مقارنة للحرف. ولذلك يقول: وأيضا فإن الكلام إنما جيء به لتفهم المعاني التي في نفس المتكلم، وبالحركات واختلافها تفهم المعاني، فهي منوطة بالكلام مرتبطة به ونيطت به، إذ بها يفرق بين المعاني التي من أجلها جيء بالكلام. ثم يختم فيقول: وهذا القول أولى من غيره، كأنه يميل إلى هذا القول ويبين اختياره في هذا الموضوع. ثم عقد باب الاختلاف في حروف المد واللين والحركات الثلاث، أيهما مأخوذ من الآخر وعلل ذلك. قد يقول قائل: ألا يكفي الباب الأول عن الثاني، عن هذا يعني؟ لأنه يقول: ما الأول أيضا؟ هل الحركات الثلاث الفتحة والضمة والكسرة مأخوذة من حروف المد، أو حروف المد مأخوذة من الحركات؟ نفس الخلاف السابق سيذكره، واضح ولا لا؟ لكن لأجل أنه قد يقال إن هذا الجزء، إن هذا الجزء من الحروف، الحروف الثلاثة، حروف المد الثلاثة تختلف عن بقية الحروف، فهو يؤكد أنها لا تختلف وأنها نفس القضية. قال: اختلف النحويون في الحركات الثلاث، الفتحة والضمة والكسرة، هل هي مأخوذة من الحروف المد واللين الثلاثة، الألف والواو والياء، أو حروف المد واللين مأخوذة من الثلاث؟ فقال أكثر النحويين: إن الحركات الثلاث مأخوذة من الحروف الثلاثة. يقول أكثر النحويين، واضح؟ الضمة من الواو، والكسرة من الياء، والفتحة من الألف. واستدلوا على ذلك بما قدمنا من قول من قال إن الحروف قبل الحركات، والثاني أبدا مأخوذ من الأول، والأول أصل له، ولا يجوز أخذ الأول من الثاني لأنه يصير مأخوذا من المعدوم. واستدلوا، يقول، على ذلك أيضا أن العرب لما لم تعرب أشياء من الكلام بالحركات التي هي أصل الإعراب، عربته بالحروف التي أخذت الحركات منها، وذلك نحو التثنية والجمع المسلم، ونحو الأسماء الخمسة المضافة المعتلة، وهي أخوك وأبوك وفوك وحموك وذو مال. ألا ترى أنهم قالوا، يعني ألا ترى أنهم لما لم يعربوا هذه بالحركات أعربوه بالحروف التي أخذت الحركات منها؟ مثلا أب، اللي هي الأسماء الخمسة، لما لم تكن معربة بالضمة مثلا في الرفع جعلوها في أصلها وهو الواو، قالوا بالواو، يعني تكون علامة الرفع فيها الواو، فيقولون كأنها ردت إلى أصلها. طيب، قال أبو محمد:
وفي تسمية هذه الحروف بالإعراب اختلاف ليس هذا موضع ذكره. وهذا يدل على أنه يعني يمكن أن يكون ذكره في كتاب آخر، ولكن المسألة تحتاج إلى بسط أكبر فلذلك يحيل. يقول: واستدلوا على صحة ذلك أيضا أن هذه الحروف لو كانت مأخوذة من الحركات لكانت الحركات قبلها، والحركة لا تقوم بنفسها، فكيف يتقدم ما لا يقوم بنفسه؟ إذن هذا الرأي الأول. وقال قوم، هذا الرأي الثاني: حروف المد واللين الثلاثة مأخوذة من الحركات الثلاث، الحروف هي المأخوذة من الحركات، واستدلوا بأن الحركات إذا أشبعت حدثت منها هذه الحروف الثلاثة. واستدلوا أيضا أن العرب قد استغنت في بعض كلامها بالضمة عن الواو وبالكسرة عن الياء وبالفتحة عن الألف، فيكتفون بالأصل عن الفرع، يعني عكس ما قاله السابقون، واضح؟ لدلالة الأصل على فرعه. تقول: هذاه زيد، يعني الأصل هذا هو، هو هذه، هذاه هو، هذه معناه هو، فاختصروا هو إلى الهاء فقط، هو. وبيناه عمرو، يعني بينما هو، والأصل هذا هو وبينا هو. وأنشدوا: فلو أن الأطباء كانوا حولي، كانوا حولي يعني الأصل كانوا حولي، وكان مع الأطباء شفاء، فحذف الواو من كانوا وأبقى الضمة تدل عليه. وقال آخر: دار لسلمى إذ هي من هواك، إذ هي، فالأصل إذ هي، فحذف الياء من هي بعد أن سكنها لدلالة الكسرة عليها. وقال آخر: فبيناه يشري رحله. قال قائل: لمن جمل رخو الملاط نجيب، بيناه الأصل بيناه، فأسكن الواو ثم حذفها لدلالة الضمة عليها. ويقولون: أنا في الدار، وهذا واضح، أنا في الدار الأصل إيش؟ أنا، يعني واضح، فيحذفون الألف من أنا لدلالة الفتحة عليها. ومن قرأ: ونادى نوح ابنها وكان، هذه قراءة ليست في العشر، يعني من القراءات الشاذة، ونادى نوح ابنها، والمقصود ابنها أصلا، كانت يعني كانوا يعنون كانت ابنها بفتح الهاء، يريد ابنها، فحذف الألف لدلالة الفتحة عليها. يريد من قرأ أنه كان ابن زوجته ولم يكن ابنه لصلبه، واضح، هذه قراءة لكنها شاذة، واضح ولا لا؟ نعم. والقراءة المعروفة: ونادى نوح ابنه. طيب، وقال بعض أهل النظر، إذن هذا القول الثاني. أما القول الثالث يقول: وقال بعض أهل النظر: ليست هذه الحروف مأخوذة من الحركات الثلاث، ولا الحركات مأخوذة من الحروف، إذ لم يسبق أحد الصنفين الآخر على ما قدمنا من قول من قال إن الحروف والحركات لم يسبق أحدهما الآخر. ثم قال: وهو قول صحيح إن شاء الله. وهذا معناه أنه يميل أيضا إلى هذا القول. طيب، فالخلاصة أن الحروف والحركات عند الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله معا، يعني لا يسبق أحدهما الآخر. ثم يقول: عقد الباب الذي وعد به، باب بيان ما زادت العرب في كلامها على 29 الحروف المشهورة وعلل ذلك. انتبه أنه يعتني دائما بالعلل، يكاد يكون كل كتابه معللا، واضح، وهذا يعطي للطالب فهما جيدا، لأن العلل تجعلك تفرق بين المتشابهات دائما. يقول: اعلم أن العرب قد استعملت مع 29 حرفا المشهورة 6 أحرف زائدة عليها، اتسعت بها في كلامها وتفصحت بها في لغاتها. إذن الحروف الزائدة على 29 كم؟ 6 أحرف. يقول: وسيذكر فيما بعد أن هنالك أيضا من زادها إلى أكثر من 6، ولكن المشهورة 6. يقول: من ذلك النون الخفيفة نحو التنوين، والنون التي تخفى عند الكاف والجيم. لو قلت أنت الآن من كان مثلا، لو قلت من، هل أنت الآن تخرج النون من مكان، تخرج هذه النون يعني من مكان النون المتحركة؟ لا، لو كانت النون
الساكنة سكونا مظهرا أو النون المتحركة ستقول من، من. أما إذا قلت في المخفاه مثلا من، فأنت الآن تخرجها من الخيشوم، واضح ولا لا؟ ولا علاقة لها باللسان، واضح ولا لا؟ فهنا يختلف الوضع، فلذلك عد هذا حرفا، يعني هذا عبارة عن حرف آخر ليس هو النون المتحركة. طيب، يقول وشبه ذلك نحو النون الخفيفة التي تؤكد بها الأفعال لأن مخرجها، هذا على قول الإمام مكي الآن، يقول لأن مخرجها من غير مخرج النون المتحركة والنون الصحيحة السكون، يعني غير مخرج النون المتحركة والنون الصحيحة السكون، وسترى بيان ذلك إن شاء الله تعالى في باب النون. طيب، قد يقول قائل المقصود بنون التوكيد النون التي تؤكد بها الأفعال اللي هي نون التوكيد. طيب، نون التوكيد ما مثالها مثلا؟ لنسفعا. طيب، هل هذه النون تخرج من مكان آخر غير مكان النون المتحركة أو المظهرة، يعني الساكنة المظهرة؟ هذا الآن بحث آخر، واضح ولا لا؟ لو قلت الآن ولا يكونا، إذا قلت يكونا نون التوكيد هذه، هل هي من مخرج النون المتحركة أو هي نون أخرى، يعني مثل النون هذه الخفيفة اللي يقول عنها النون الخفيفة، واضح ولا لا؟ على كلام الإمام مكي كأنه يقول هي نون خفيفة أخرى، واضح؟ وهذا فيه بحث، يعني بمعنى أنه يحتاج أيضا إلى بيان آخر. طيب، يقول والحرف الثاني، الثاني يعني من الحروف، الألف الممالة، الألف الممالة التي هي ألف بين الألف والياء، تعتبر ألفا لكنها بين الألف والياء، لا هي ألف خالصة ولا ياء خالصة، إنما هي ألف قريبة من لفظ الياء لعلل أوجبت ذلك. وبذلك قرأ حمزة والكسائي في كثير من القرآن نحو الهدي والعلي وأساري، ووافقهما أبو عمرو وغيره على جملة منه. يقصد الآن الألف الممالة، الألف الممالة حرف آخر ليس هو حرف الألف المعروف. لماذا؟ لأنها أصبحت بين الألف وبين الياء وليست ألفا، وليست ألفا كاملة. فإذا قلت مثلا الهدى هذه ألف، لكن لو قلت الهدي صارت ألفا ممالة، فهو حرف فرعي. طيب، والثالث، يعني الحرف الثالث، الألف المفخمة، وهي ألف يخالط لفظها تفخيم يقربها من لفظ الواو، كما كانت الألف الممالة ألفا يخالط لفظها ترقيق يقربها من الياء، فهي نقيضة الألف الممالة. وبذلك قرأ ورش عن نافع في الصلاة مصلى الطلاق بظلام، واضح الآن؟ عندما تنطق هذه الألف فإنك تنطقها مفخمة. طيب، هذه الألف المفخمة تعتبر حرفا غير الألف المعروفة، واضح ولا لا؟ ولذلك يعني تقول مثلا الصلاة، شايف الألف الآن، هذا التفخيم الذي صار فيها نقلها من أن تكون الألف المعروفة، لأن الألف المعروفة لها صفاتها، والصفة هنا اختلفت، ولذلك عدوها حرفا آخر، واضح؟ اللام هذا شيء آخر، اللام شيء آخر، تغليظ اللام وترقيقها شيء، لكنه يتحدث عن الألف نفسها، واضح؟ طيب، قال وشبهي، وذلك فاش في لغة أهل الحجاز، يعني إذا قرأت بتفخيم الألف فهذا يعني معناه كثير في لغة الحجاز. يقول وإنما دعاهم إلى ذلك إرادة نفي جواز الإمالة فيها، يعني تأكيد على أنها لا تمال. وقال بعض النحويين ولذلك كتبت الصلاة بالواو على لغة الذين فخموا الألف. طيب، والرابع، الحرف الرابع
من الحروف المستعمل غير 29 الصاد التي يخالط لفظها لفظ الزاي نحو الزراط قصد السبيل. واضح؟ الزراط ليست الصراط ولا الزراط، لا واضح؟ يعني فيها جمع بين الحرفين، واضح ولا لا؟ طيب قال وشبه فعلوا ذلك بها لقرب الزاي من الصاد إذ هما من مخرج واحد ومن حروف الصفير. والأصل في الصراط السين، والسين حرف مهموس منفتح فيه صفير. هنا تقريبا أول ذكر الإمام مكي لبعض الصفات، هو ذكر من قبل الألف الهاوي يعني كونها هوائية، لكن هنا الآن أول ذكر للصفات. يقول والسين حرف مهموس منفتح فيه صفير، واستخدامه لهذه المصطلحات يبين أن معاني هذه المصطلحات كانت مستقرة عندهم. معاني هذه المصطلحات يعني ما معنى مهموس، ما معنى منفتح، ما معنى فيه صفير، هذه معروفة معنى عنده، ولذلك وصف بها هو الآن. طيب قال والطاء حرف مطبق مجهور لا صفير فيه، والمهموس ضد المجهور وهو أضعف منه في النطق والمخرج، والمطبق ضد المنفتح وهو أقوى منه في النطق والمخرج. قال فلما اجتمعت الأضداد في النطق أبدلوا من السين حرفا يؤاخيها في الصفير ومن مخرجها، ويؤاخي الطاء في الجهر وهو الزاي، وخلطوا بلفظ الزاي الصاد لمؤاخاتها لها في المخرج والصفير، ولمؤاخاتها للطاء في الإطباق لئلا يخل بزوال السين وصفيرها، فقرب لفظها من لفظ الطاء عند ذلك، وصار عمل اللسان من موضع واحد، ولم يخلوا بالسين التي هي الأصل، إذ قد عوضوا منها حرفا من مخرجها فيه من الصفير مثل ما فيها. كل هذا حتى يبين لك لماذا صار هذا الحرف المختلط، واضح؟ يقول وكذلك الدال حرف مجهور لا صفير فيه، والصاد حرف مهموس فيه صفير، ففعلوا به ما فعلوا بالسين قبل الطاء ليعمل اللسان عملا واحدا. وبذلك قرأ حمزة والكسائي في مواضع فلا هي صاد خالصة ولا هي زاي خالصة، يقصد من مثل وعلى الله قصد السبيل تقول قصد واضح ولا لا؟ فلا هي صاد خالصة ولا زاي خالصة، وإنما حرف بينهما. طيب الحرف الخامس يقول همزة بين بين، هي مستعملة في كلام العرب وفي القرآن يجعلون الهمزة مخففة، وفي القرآن يعني يجعلون الهمزة مخففة بين الهمزة والألف وبين الهمزة والواو وبين الهمزة والياء، نحو رأى تقول، كيف تقول بينها وبين الفتحة، يعني ستقول رأى واضح ولا لا؟ طيب ويؤوس في المضمومة وسعيم في المكسورة، فلا هي همزة محققة خالصة ولا هي حرف آخر خالص غير الهمزة، لكنها في حال تخفيفها بين حرفين بزينتها محققة. انتبه، الهمزة بين بين في الحقيقة يستخدمها الناس في كلامهم العام حتى اليوم و يوشك أن تكون بعض الكلمات لا يستخدمون فيها إلا الهمزة المسهلة، ولكن الغفلة تقع أي عندما تقول لأحدهم اقرأها هنا في أعجمي لا يأتي بها، ولكنه يأتي بها في كلامه العادي. فلو قيل لك مثلا يعني في كلام العامة، إذا قلت لأحد العامة تريد هذا الشيء يعني تبغي هذا الشيء باللغة الدارجة، يقول ما أبغى، يقول ما أبغى، لا يقول ما أبغى، يعني لا يحقق الهمزة، يأتي بها مسهلة. نقول هذه المسهلة إيتي بها هنا في مثل أعجمي، فهي نفسها، واضح ولا لا؟ هي نفسها. وكثير من الكلام يعني في درج الكلام تسمعه من الناس ينطقون الهمزة المسهلة بكل يسر وسهولة،
بكل يسر وسهولة، ولكن عندما يأتون للقراءة يحتاجون إلى من يبين لهم أنه هذه هي هذه، واضح؟ والهمزة المسهلة همزة خفيفة وقراءتها يعني سهلة وليست صعبة، ولكن يستصعبها بعض الناس، يقول كيف أقرأها هنا، خصوصا إذا جاورت مثلا همزة محققة أو صار فيها شيء من القرب من أحرف أخرى، حتى إن بعضهم قد يخطئ فيبدلها هاء، يقول هذه أسهل يعني، فلا يقول أعجمي، يقول أهعجمي فتصبح هاء كاملة، وهذا خطأ يعني، واضح ولا لا؟ وإنما هي همزة مسهلة، مثل ما تقول ما أبغى، ما يمكن أن يقول ما أبغى، لا. وهكذا كلمات أخرى لا تحضرني الآن يعني، ولكن كثير هذا التسهيل مستخدم عند الناس. طيب، يقول فهذه الخمسة الأحرف مستعملة في الكلام والقرآن كثيرا، وهي زائدة على 29 الحروف المشهورة، ومخرج كل حرف من هذه الخمسة متوسط بين مخرج الحرفين اللذين اشتركا فيه، فإذا هو مخرج آخر، ولذلك احتاج أن يقول إنها حروف أخرى. وأما الحرف السادس، انتبه، الخمسة إذا لها صفات معينة أنها مستعملة كثيرا، يقول أما السادس فهو حرف لم يستعمل في القرآن، وهو حرف بين الشين والجيم، بين الشين والجيم، وهي لغة لبعض العرب يبدلون من كاف المؤنث شينا يخالط لفظها لفظ الجيم. قال ابن دريد يقولون في غلامك إيش؟ طيب، هذا على قول أن إذا قلت غلامش هذا إبدال الكاف شينا محضة، وهل هذا هو المقصود؟ لا. طيب، إذن ما هو هذا الحرف الذي هو يجعلون الكاف بين الشين والجيم؟ لأنه قال ومنهم من يجعلها شينا خالصة، لكن الشين هذه نقول غلامج، واضح ولا لا؟ لا هي شين خالصة ولا هي جيم خالصة، وإنما بينهما، واضح ولا لا؟ يقول فذلك 35 حرفا، وبعض العرب يزيد عند الاضطرار إلى هذه 35 حرفا، يزيد إلى هذه 35 حرفا 7 أحرف، 7. طبعا تستغرب أن تقول معقول نصل إلى هذا الحد من الحروف، ها؟ يقول وهي قليلة الاستعمال في الكلام ولا تستعمل في القرآن، وهي شاذة، ومن شذوذها أنه لم يذكرها، وسيذكر هنا الآن شيئا يعني منها، ولكنها يعني قليلة وفيها شيء من عسر. يقول فتبلغ الحروف في عدتها 42 حرفا. قال ابن دريد فمن ذلك حرف بين القاف والكاف، ها، بين القاف والكاف، إيش هو هذا؟ يعني بعضهم يقول هي يعني حتى يقولون عنها القيف، يعني حرف القيف وليس القاف. لماذا لا يقولون القاف؟ لأنك إذا كتبتها ستصبح هي القاف، فيقولون لا، نجعل لها اسما آخر، هي القيف، وهذا نادى به بعضهم، ولكن يعني هذا مما يعني حدث، واضح ولا لا؟ ولكن الحرف هذا موجود اللي هو بين القاف والكاف، فلا هو قاف ولا هو كاف. قال وحرف بين الجيم والكاف، يقولون في جمل، إيش؟ لا، إذا قلت كمل صارت كافا خالصة، لكن بين الجيم والكاف كأنك تقول ك ك ك يعني فيها شيء من صعوبة، واضح ولا لا؟ فلذلك وفي القوم إيش تقول؟ إذا قلت الكوم صارت كافا، ولكن كأنها يعني بين، المهم يعني حتى إن بعض اللغويين الآن النحاة يقول هذه فيها خلاف أصلا كيف هي في نطقها، لأجل أنها أصبحت شيئا غير يعني مسموع كثيرا، ولذلك يقول وذلك قليل في لغاتهم، ولذلك أعرضنا عن شرح باقيها. حتى الإمام مكي من ذلك العهد يقول من قبل 1000 سنة هذا، يقول أعرضنا عن ذكر باقيها.
نكمل هذا الباب يعني سريع ونقف عليه، لأن الصفات بعدها يقول: باب بيان اشتراك اللغات في الحروف وانفراد بعضها من بعض. هذا الباب في الحقيقة أشبه بإحصاء للإمام مكي رحمه الله، ونوع من التنبيه على ما في اللغات الأخرى أيضا، فهو كأنه في علم الأصوات حتى، واضح ولا لا؟ يعني في علم اللغات عموما ليس العربية فقط. ولذلك يقول: اعلم أن الحروف 29 المشهورة قد اشتركت في استعمالها لغات العرب ولغات العجم، إلا هنا ذكر الضاء، فإنها للعرب خاصة، ليس في لغات العجم ضاء. هذا أحد الأقوال على اعتبار أنها الضاء، على اعتبار أنها الضاء، وبعضهم يقول الضاد وليست الضاء، واضح ولا لا؟ طيب، هل يوجد في لغات العجم حرف الضاء؟ الضاء لا يوجد أبدا حسب كلام الإمام مكي. الآن أقرب اللغات التي يعني نقيس بها اليوم اللغة مثلا الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة لغات الشرق الفارسية الهندية، هل فيها حرف الضاء؟ كل بحسب ما يعرف، هل فيها حرف الضاء؟ ما فيها حرف الضاء. لكن العجيب أنه لم يقل حرف الضاد، إلا يعني على اعتبار أنه في بعض النسخ، يعني في بعض النسخ الضاد مكتوب هكذا، لكن يبدو أنه يعني الضاء، يبدو أنه يقصد الضاء، لأنه يقول إلا الضاء، يعني كتابة الضاد تختلف عن كتابة الضاء، فلو كان يقصد الضاد لوضع دالا، واضح ولا لا؟ فكأنه يقصد الضاء فعلا. يقول: وقد قيل إن الحاء أيضا انفردت بها العرب، قيل هنا يقول، وقد قيل إن الحاء أيضا انفردت بها العرب، ليس في لغات العجم حاء. الحاء هذا الحرف أيضا يقول إنه ليس في لغات العجم. وقال الأصمعي: ليس في الرومية ولا الفارسية ثاء، حرف الثاء، ولا في السريانية ذال. شوف الآن هذا اتساع في موضوع معرفة اللغات. يقول: وكذلك 6 أحرف انفردت بكثرة استعمالها العرب، وهي قليلة في لغات بعض العجم، ولا توجد البتة في لغات كثير منهم. وهي هذه 6 أحرف كثيرة في العربية، قليلة في اللغات الأخرى، بل في بعض اللغات لا توجد أصلا، وهي العين والصاد والضاد. هنا ذكر الضاد، واضح؟ مع أن المشهور يقولون عن اللغة العربية إنها لغة الضاد، بناء على أن الضاد مختص بها، وهو يقول إن الضاد قد يوجد في غيرها. طيب، والضاد والقاف والضاء والثاء، هذه 6. يقول: وانفردت العرب أيضا باستعمال الهمزة متوسطة ومتطرفة، ولم يستعمل ذلك العجم إلا في أول الكلام. وهذا شيء عجيب، هل يوجد في أي لغة هذا اللفظ اللي هو لفظ الهمزة في وسط الكلام أو في آخره؟ جربوا وابحثوا، جربوا وابحثوا، يعني أقرب اللغات التي يعني نعرفها هي اللغة الإنجليزية، لا يوجد فيها مثل هذا. يعني أنت لو تأملت فعلا ستجد، يعني ممكن أن تقول مثلا في بعض الكلمات يوجد عندهم شيء من هذا الثانية، هذه الهمزة الثانية، أو في الأخير مثلا همزة في الكلمات. هذا يعني من الأشياء العجيبة، يعني وذلك الإحصاءات هذه تعتبر إحصاءات أحيانا يكون فيها سبق لأصحاب المعاجم أو لمن ذكرها يعني منهم من اللغويين وغيرهم. قال: ويروى أنه ليس من لسان يختلف في لفظ التنور، وهذا بالعكس، يعني أنه هذه موجودة في كل اللغات، لا تختلف فيها الألسنة. والله أعلم. نقف هنا على باب صفات الحروف وألقابها، الذي ذكر الإمام مكي أنه من ميزات هذا الكتاب.